الو، ايوه حضرتك مدام منال؟ مين معايا؟ مش مهم حضرتك تعرفي مين معاك. المهم انا اتصلت عشان خاطر اقول لحضرتك نصيحة خاصة بجوز حضرتك استاذ فايق غالب. هو في الحقيقة يعرف واحدة ست تانية اسمها تونة، وللأسف هي حامل منه. ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ ده مش تخريف، دي الحقيقة. وبعدين احمدي ربنا ان واحد اتصل بيكي عشان خاطر يوعيكي ويقولك حقيقة جوزك انه خاين. انت مين وعايز مني ايه؟ انا مين زي ما قلت لحضرتك قبل كده مش مهم. عايز ايه؟ هقولك الحقيقة، انا عايز اضر جوزك فايق غالب باي شكل، لانه خسرني حاجات كتير، ولو اللي بطلبه دوت هيكسب ناس تانية زي حضرتك ما عنديش مشاكل خالص، اهو يبقى ثواب برضو. انت كذاب. عندك حق ان انت تقولي كده، انا لو حد كلمني هقوله نفس الكلام، بس مفيش مانع ان انت تتأكدي. جوزك رايح يوم الخميس الجاي في 5 شارع التحرير عشان يجهد تونة وينزل لبطنها، مش هتخسري حاجة لما تروحي. ولو أنا كنت غلطان اعتبر إن واحد بيعاكس، ولو كنت صح يبقى أنت كسبانة. عن إذنك. ألو ألو، في إيه يا منال؟ مش عارفة يا ماما، واحد اتصل بيا وبيقولي إن فايقة على علاقة بواحدة حامل منه وهياخدها يوم الخميس للدكتور يجهدها. مش قلت لك إن ملوش أمان؟ أنا متأكدة إن اللي اتصل بيا ده كذاب وعايز يوقع بيني وبين فايق. يا سذاجتك، أنا واثقة إن فايق بيحبني ولا يمكن يبص لواحدة غيري. جايب الثقة دي منين؟ أنا عمري ما إحساسي كذب عليا. إحساسك ده موديكي في 60 داهية، هتفضلي عبيطة كده ومش فاهمة الناس. I'm quite sure إن هو يعمل كده وأكتر من كده. You know why؟ عشان هو انتهازي وواطي وأناني، والخيانة بتجري في دمه. عمري ما سرحت له من يوم ما شفته. عارفة ليه؟ عشان طمعان فيكي. أنا نازل يا حبيبتي، مش عايزة مني حاجة؟ رايح فين؟ مشوار شغل، هعمله وارجع على طول. اوكي. ايه الاوكي الناشفة دي؟ باي باي. يلا. لا خليك انت، هروح لا حاجي معاكي. يعني ايه؟ لازم اتاكد واشوفه بعينيا، وساعتها مش هخليكي على ذمته ولا ثانيه واحده، ولا انشي لك راي تاني. بصراحه مش عارفه. هتعرفي لما نقفشه. يلا بسرعه. بس ايه يا تونه؟ انت خارجه دلوقتي ولا ايه يا حبيبتي؟ ايوه يا حبيبي، عندي واحده صاحبتي تعبانه شويه فقلت اروح اطل عليها ومش هتاخر. طب ليه يا حبيبتي بالليل كده؟ ما تخليها بكره بالنهار. ما انت عارف النهار بيبقى الجو حر وانا ما بستحملش الحر. طيب استني هدخل اغير هدومي واجي معاكي اوصلك. لا يا حبيبي خليك انت قاعد مستريح، انا مش هتاخر، بس عاوزك تاخد بالك من نفسك. اخد بالك من نفسك دي؟ هو انت مسافره ولا رايحه زياره؟ ما تفهميني يا تونا ايه الحكايه. رايحه زياره طبعا يا حبيبي، بس يعني حسيت ان انا نفسي اقولها لك. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. خدي بالك من نفسك. وانت كمان.
جالك كلامي؟ ظاهر ان فعلا فايق بيخوني. طبعا بيخونك الواطي، وحاسبتلك. احنا نستنى شويه بعد نطلع نكبس عليه عشان تشوفيه متلبس بخيانته. يا استاذ يا استاذ، اصل المريضه اللي طالعه جوه جالها نزيف في غرفه العمليات. بتقولي ايه؟ علشان كده الدكتوره بعتتني اعرف منك فصيله دمها ايه. بصراحه ما اعرفش. عموما السرنجه دي فيها عينه من دمها، عايزينك تروح بسرعه تجيب لنا 5 اكياس دم من نفس الفصيله اللي في السرنجه دي علشان النزيف يقف. لحسن كده دمها هيتصفى لو قعدت تنزف كتير. حالا بسرعه لو سمحت. تعمل ايه هنا يا فاهم؟ انت خلاص انكشفت وبانت خيانتك يا واطي. عايزه تاني مرجوكي وطي صوتك وبلاش فضايح. لسه شفت فضايح؟ ده انا هجرسك. طب تعالوا تعالوا نتكلم بره. تعالوا تعالي. بتخوني؟ بتخوني وجايب عشانك عشان تسقطها؟ تخريف اللي انت بتقوليه ده. لا مش تخريف، هي دي الحقيقه اللي انت كنت مخبيها يا خاين وربنا كشفك. لو سمحتي ما تتدخليش بينا. ليك عين؟ ليك عين تتكلم بكلمه بعد اللي عملته؟ يا منال انت ظلماني صدقيني. امك ازاي ما نقفشك في العياده؟ انت لازم تطلعها دلوقتي حالا. يا ستي ما تخليكي محضر خير. طلعني. طب تعالي. جيب البنت. سيبني. جيب البنت يا واطي يا خاين. سيبها بقولك. والله لو اوريك. انت ابعد عن بنتي. انت تبعدي عننا خالص خالص. والله لو اوريك. انا هخليك تطلعها غصبا عننا. انا هوريك. ماشي يا فايق؟ ماشي يا فايق. والله لو اوريك. تعالى انت كمان نايم على نفسك. يلا. طلقني يا فايق. حبيبتي يا منال اهدي، ما يصحش كده. اهدى ازاي بعد ما شفت خيانتك بعناية؟ خيانة ايه؟ هو انت شفتيني معاها في السرير؟ انا هستنى كمان لما اشوفك. هو ده عدل ربنا؟ لازم تظبطيني معاها في السرير عشان تقولي ان انا خنتك، غير كده يبقى حرام عليكي. تقدر تقولي كنت رايح عيادة الدكتور ده ليه؟ مشوار شغل زي ما قلتلك. والله وشغل ايه بقى؟ شغل ايه اللي في عيادة الناس يا حضرة المحامي؟ واحدة موكلة عندي في ورطة، اصلها حامل من واحد والواحد داخلي بيها، ولما قالت لي وطلبت مني اواجهه اتهرب، ساب المسكينه لوحدها. والله والمفروض ان انا اصدق الكلام ده. هي دي الحقيقه. لو مش مصدقاني ممكن اجيب لك الست تساليها. منال منال منال، انت مراتي وحبيبتي، انا لا يمكن اخونك. ايه اللي وداك عياده الدكتور يا فايق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لك عمل انساني. الست قصدتني عشان اقف جنبها وما كانش ينفع ارفض. ضميري منعني اعمل كده. يا سلام، ولما تروح تجهضها وتقتل البيبي كده ضميرك هيرتاح. انا ماليش دعوه بحاجه. انا كنت مجرد سواق هوديها وارجعها عشان لو تعبت او حصل لها اي حاجه من العمليه. نفسي اصدقك يا فايق. لازم تصدقيني، لازم تصدقيني. وبعدين تعالى اما اقول لك، انت من امتى بتشكي فيا وبتمشي ورايا تراقبيني؟ من ساعه ما جات لي مكالمه من واحد فتح عينيا على الحقيقه. مين ده؟ الواد اللي لعب بيها. اكيد كلمك عشان ينتقم مني. يكمني واقف جنبها وبساعدها. ها الدرجة دي ممكن يوصل الشر بحد؟ يعني انت كنت فعلا بتساعدها؟ انت عارفاني انا ما اقدرش اشوف حد محتاج مساعدتي وما ساعدوش. انا عايزه اقابل الست دي واتاكد بنفسي. ماشي يا حبيبتي، بكره اجيبها لك لغايه عندك عشان تتاكدي. بس ممكن تهدي دلوقتي وتدخلي تاخدي لك شاور يروق اعصابك. حاضر حاضر يا فايق. ايوه كده. بس والله والله لو طلعت بتكذب ما هيكفيني فيك موتك. بعد الشر عليا، انت دايما ظلماني. الله يسامحك. دي شقة السيدة طمرحنا سعيد عبد المقصود؟ ايوه هي. طيب انا جاي لحضرتك من الاسم. اسم؟ خير في حاجة؟ مين حضرتك؟ أنا أخو تمر حنة. في الحقيقة أخت حضرتك لقيناها متوفية في عيادة طبيبة أمراض نساء. إيه؟ تونا ماتت؟
اخيرا يا حبيبي، بقينا انا وانت لوحدنا. الشغل النهارده كان كتير قوي، ما تجيبي بوسه بقى. لا 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 مش هنا، ده انا مشيت الساعه. هات بوسه بقى. يلا بوسه يا حين يا جربوش. يا جربوش وانا اللي جايلك عشان تنجبني. يا عصمت استني، تفرمني اخرس فهمك صح لاول مره في حياتي. يا عصمت استني معايا في البيت يا جبل. يا جربوش عصمت استني. عصمت حين ما تصبحيني. استني استني عصمت استني اخرس. هيسمع نف بينا دنيا، دوخينا دنيا. اه يا دنيا. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الزفت على دماغك. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ده انا كنت لازم اعمله معاك من زمان يا غشاش يا خالد. غشاش ايه؟ انت فاهمه غلط. فاهمه بقى ايه؟ اخيرا فهمتك صح. بعد ما جبتك ونظفتك وخليتك بني ادم، بتعض الايد اللي اتمدت لك وبتخني. لا ومع مين؟ مع السكرتيره يا ريم رامية بتاع الخدمات. خدمات ايه؟ ما يصحش كده. اسكت، انا جوزك برضه. جوزي؟ ده جوزك جزم احسن منك. انا اللي غلطانه اللي عطفت على واحد زيك جربوع وواطي. انا جربوع وواطي؟ جربوع مين اللي جربوع؟ بقول لك ايه؟ انا تعبي ومجهودي وكنت ساعتين زمان وانا صغير. اي ست محترمه تعمل كده مع جوزها؟ لاني راجل محترم. وانت كان حيلتك حاجه؟ هديكي اي مرمين صرفتي عليا، بس بطلي بقى تتحكمي وتطمري فيا، فاهمه؟ دلوقتي بقى معاك فلوس وبتساومني انا يا جربوع؟ ده انا اللي عملتك، ده انا فضلي عليك. لولايا كنت زمانك جربوع وصايع وما تسواش حاجه. انا هفضحك في كل مكان. تفضحي؟ انا هفرج الناس عليك. مين حاسب؟ انا سئت منك، ما عدتش طايقك. واسمعني بقى، اللي شفتيها معايا تبقى عشيقتي، وبكره هتجوزها. هتجوزها على سنه الله، مش ده شرع ربنا؟ ايه رايك؟ افضحيني يلا. افضحيني. افضحي يا جربوع. عايزك تجوزها عليا؟ ده انا هقتلك. عشان اخلي اخر يوم في عمرك. تعالى تعالى. حاسب اوعي اوعي. قولي له عشره.